حضراتكم مرة تانية في آخر مزاج والأكل اللي على المزاج على أصوله. خلصنا المكرونة البشاميل حطناها في قلب الفرن بتستوي طبعا براحتها جدا، ودلوقتي هنعمل طاجن اللحمة اللي بالبصل القوارمة، كلنا بنحبه وكلنا بنروح المطاعم ناكله مخصوص. مفيش مانع برضو انك تروحي المطعم تاكليه برضو مخصوص، لكن افرض في مره انت مزنوقه مش قادره تروحي تاكلي بره، هنعمله في قلب البيت في منتهى السهوله وبطريقه جميله جدا ما فيهوش اي صعوبه خالص. ساعات في حاجات كده بتحكمك او بتحكم ان الواحد يعمل الحاجه في قلب البيت، وبرضو لما بتتعمل في البيت بتبقى الحاجه يعني انت عارفه معموله ازاي وبمزاجك ونفسك فيها، فاكيد هتبقى طالعه طعمها زي العسل زيك. تعالي بقى معايا كده وشوفي احنا بنعمله ازاي. بنحط سمنه، ويا سلام بقى لو انت استني ما نشيل شويه من السمنه كده عشان ما تبقاش السمنه كتير اهو، عشان واحنا بنتكلم كده في ساعات السمنه تكون صاحيه تقوم نازله كتير. طيب السمنه لما احنا حطيناها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، يفضل لو انت تعمليه يا في حله ستانلس او في طاسه ستانلس زي كده. ليه؟ الستانلس لما بيسخن بيدي لون للبصله معاكي اسرع من الحلل الجرانيت ومن الحلل اللي هي اللي ما بيلتصقش فيها الطعام. فتعالي بصي بقى احنا هنعمل ايه. انا دلوقتي جيت هنا لما جم يقشروا لي البصل قلت لهم سيبوا لي الحته دي. ليه سيبوا لي الحته دي؟ علشان البصل ما ريحته ما تغيرش وما يبقى مش حلو. قبل ما تنزلي على طول بيه في قلب الطاسه هنا هتقومي قطعه اللي هي الراس بتاعه البصله بالشكل ده اهو كده اهو، وتنزلي على طول هنا اهو في قلب الصينيه بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو. طريقه سهله خالص ما فيهاش اي صعوبه اهو، واحده ورا الثانيه. طبعا ده بيبقى صنف حلو جدا جدا في العزايم، وبيبقى حلو لو كمان في عيد عندك ناس جايين ياكلوا. رايحه ديش بارتي شغال اهو. هنخلص بقى كل كام وحده البصل بالشكل ده كده. اهو وببتدي اقلب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، عشان بصوا البصل ابتدى ياخد اللون المكرمل ده بسرعه ازاي. لو انا كنت حاطاه بقى في الحلل اللي هي العاديه دي ما كانش عمل كده. عشان كده كل حاجه في المطبخ بيبقى ليها عوزه واستخدام، واخد بالك معايا يا شفيق؟ ماشي. عرفت بقى احنا كنا عايزين الستانلس ليه؟ علشان لما نيجي نعمل طاجن زي ده كده يخلي البصله تاخد اللون ده بسرعه. طيب الطاجن ده احنا مش هنعمله بالبصل القوارمة ده بس كده، ده اللي هياخد كمان بصل متقطع برنواز بالشكل ده، لان لازم الصوص بتاعه يكون ليه قوام. لو انا حطيت البصل ده بس كده هتلاقوا الصوص بتاعه سايل خالص، مش هيبقى ليه قوام كده انك ممكن تاكليه بالعيش تغمسيه، هتلاقيه صايص زي ما بيقولوا كده. خلاص شايفه ابتدى ياخد اللون الذهبي الحلو اهو. واهم حاجه اما تيجي تشتغلي ما يبقاش في جنبك اي حاجه بتطرطش ميه، بمعنى ما يكونش في جنبي حله بتغلي وتكون بتطرطش ميه، لو نزلت هنا تسبب لك حروق. ما يكونش في جنبي شوربه، لو في جنبي شوربه او اي حاجه فيها ميه بغطيها. خلاص تاخدي بالك من الحاجات دي كويس جدا اهو. ساعات انا باجي كده واقوم مميله على جنب، تبتدي السمنه تدي لون للبصل كله مره واحده اهو. عارفين بقى انا بعمل ايه بالطريقه دي؟ كمان بعمل البسله. البسله ما احطلهاش بصل مبصور خالص، بحط لها البصل القوارمة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبحمره برده كده، وبعد كده اقوم نازله عليه بعصير الطماطم. هعملها لكم في مره هنا في البرنامج ان شاء الله. هتلاقوا دايما كل الاكل اللي هو اللي على اخر مزاجه يعني زي ما بيقولوا كده اهو. عملنا كده هاجي هنا اقوم نازله بالبصل المتخر اهو، هيبتدي ياخد لون مكرمل مطرح البصل القوارمة بالشكل ده اهو. واهم حاجه تبقى نارك عاليه على الطاسات
الستانلس دي بالذات بتدي طعم حلو قوي للاكل. خلاص هاجي هنا واقوم نازله بفصين ثلاثه توم متخرطين بالشكل ده، هيعلي معاكي طعم الطاجن حلو قوي. واهم حاجه ان الطاجن ده ما يتعملش في بايركس، يتعمل في طاجن فخار. طاجن الفخار ده اما بتحطي فيه اللحمه بيدي طعم احلى من البايركس الف مره. اهو يعني البايركس بيبقى ليه حاجات، وفي الاكل ده بالذات اليخني والحاجات دي بتبقى في الطاجن احلى كتير. بتهيألي رايكم كده برضو معايا صح؟ اهم حاجه ان البصله تاخد هنا اللون المكرمل الحلو ده قوي، وهبتدي انزل هنا بالبهارات بالشكل ده كده. تعالي ننزل بشويه الفلفل الاسود، انا عايزه احيق البصله، شويه الملح بالشكل ده، هقلب اهو. مش عايزه اقول لك بقى ريحه البهارات بقت عامله ازاي. هاجي هنا وابتدي انزل باللحمه، بالشكل ده، وبقلب. هنشيل ده من هنا كده. وابتدي اديله بقى تقليبه تانية كده حلوه. بصي بالشكل ده. شايفه بقى ابتدى البصل مع اللحمه ياخدوا كده ايه شكل ولون حلو. انا عايزه الحقيقه انطقها بس هي تقيله على ايدي اهو. هاجي هنا اقوم واخده شويه بقى من المرق، بس عايزاه اغليه شويه جدا حلوين يعني، وابتدي انزل في الطاجن باللحمه وبالبصل. يبقى احنا نزلنا بالسمنه، بعد كده بعد السمنه نزلنا بالبصل القورمة لحد ما كرملناه كده واخد اللون الجميل ده. نزلت بعد كده بالبصل وبالثوم وبالملح والفلفل والسبع بهارات، وهنزل بشويه دلوقتي اهو من الفلفل الاخضر، يبتدوا بقى يدوني ريحه كده حلوه قوي. عبال ما اروح ابص على المكرونه في الفرن، تعالوا نشوف كده اخبارها ايه. هيبتدي يقول هنبتدي بقى هنا طاجن المكرونه لسه وشه ابتدى ما يحمرش شويه، عايز يحمر حبتين. هاخد بقى ايه الشوربه، انزل بالشكل ده كده اهو، وابتدي اسلك كل اللي لزق البصل من تحت. ليه بقى؟ علشان يديني درجه لون الصوص البني الجميله دي اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ودلوقتي كده ممكن انا اغطيها تاخد الغلوايه بتاعتها على مهلها كده قبل لما انزلها في الطاجن. هنعيد تاني هنقول احنا عملناه ازاي. جبنا طاسه ستانلس، الطاسه الستانلس خلي البصله تكرمل حلو جدا وبسرعه. حطينا السمنه، بعد كده نزلنا بالبصل كرملناه كده وخليناه لونه ذهبي وحلو، نزلنا بالمبشور
نكمل بقيه التحميره الحلوه. نزلنا بالملح والفلفل والسبع بهارات، حطينا الثوم ورجعنا تاني حطينا بقى الفلفل واللحمه وقلبنا كل الكلام ده مع بعضيه، وبعدين رحنا حاطين الشوربه وابتدى يغلي بالشكل ده. هاخده انا بقى دلوقتي هنا، اول ما ابتدى يغلي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده هروح احطه في قلب الطاجن وندخله برده في الفرن جنب المكرونه حالا اهو. ادي الطاجن، انا عايزه اجيبه كده. بالشكل ده عايزين نكمل كده، وهناخده نروح نوديه الفرن لحد لما يغلي كده ويستوي ويتحمر ويبقى زي الفل. طب ايه رأي حضراتكم؟ عبال ما ندخله الفرن برضو هنروح لفاصل ونرجع تاني. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.